ايه مساء الخير واهلا وسهلا فيكم في قناتكم تشيس نايتس فرسان الشطرنج، معكم واجه بيطة. اليوم قررت اعطي محاضرة او هيك فيديو قصير بدل ما نحط مباريات ونجاوب على سؤال كثير لاعبين المبتدئين بيسألوه، وهو كيف تختار افتتاحك في الشطرنج، على اي اساس؟ وهذا السؤال يعني اهميته جدا كبيرة في لاي لاعب شطرنج في مستوى العالم كله، وإذا بتختار افتتاحك غلط يعني بكل أسف بحب أحكي لك إنك حتضيع سنين من عمرك على الفاضي، يعني مش راح تتطور في الشطرنج أصلا، مش راح تحصل ولا على أي ألقاب ولا بطولات ولا أي شيء، بالعكس راح تخسر مباريات بالمئات حتى كمان. الآن بيجي السؤال الكبير اللي بدنا نجاوب عليه في هذا الفيديو، كيف تختار افتتاحك في الشطرنج على أساس؟ الحقيقة هو في 3 نقاط رئيسية لاعب الشطرنج لازم يعني يفهمهم كثير كويس. الخطوة الأولى هو الوقت المتوفر، يعني أنت كم عندك وقت متوفر عشان تتدرب شطرنج عليه. من غير المنطقي إذا أنت مثلا تعمل ساعات عمل طويلة مثلا، أو أنت مثلا تدرس طب أو إلى آخره، يعني يا دوب يتوفر يمكن معك ساعة في اليوم، ولا بجوز حتى ما ساعتين في الأسبوع كله حتى، يعني وهذا حكي بصير مع كثير ناس، إنك والله تلعب افتتاح زي الدفاع الصقلي مثلا، يعني تبلش الجيم بهذا الشكل، يعني 4C5 مثلا، لأنه افتتاح من هذا النوع يعني بحاجة لساعتين 3 تدريب باليوم لحاله، يعني عشان هيك يعني بيلعبوا أبطال العالم. بس يعني بدك تضلك متابع اول باول كل التجديدات والافكار والى اخره، واذا بدك يعني تتدرب عليه بمعدل ساعتين بالاسبوع، يعني يعني عشان تتقن بجوز بدك 10 سنين اذا اتقنته اصلا، يعني وفي هذاك الوقت بكون طلع تجديدات وافكار جديده مش حتكون اصلا قادر انك تتابعها، فكون ضيعت وقتك على الفاضي. اذا عندك وقت كبير يعني انت متفرغ ما في مشكله، اذا عندك مثلا 6 ساعات في اليوم تدريب شطرنج ما في مشكله. لذلك الافتتاح زي الدفاع الصقل اللي بنبعد عنه تماما، نختار افتتاحات سهلة إذا كنا بنمارس الشطرنج وكنا مشغولين سواء في دراسة سواء في الشغل إلى آخره. مثلا ممكن تلعب مثلا زي الدفاع الاسكندنافي مثلا، يعني بهذا الشكل، وكل المطلوب منك في هاي الحالة تسأل الأبيض سؤال بسيط، الجندي هون مطلوب بس ياكلك الأبيض تاكله بالكوين مثلا، والأبيض ما عنده نقلتين، يا هيك يا هيك، وحتى لو لعبك ناس سي 3 عندك كوين دي 6 كوين اي 5 كوين دي 8 3 نقلات، تستطيع ان تتقن بس واحدة منهم. واذا بدك رأي الشخص انا بحب احط الوزع اي 5، هاي اشي جربته يعني، بس انت مش مجبر. وبالتالي تستطيع انك تمارس هذا الافتتاح مثلا ضد الاي 4 بكل بساطة، ومش مطلوب انك تدوس كثير، يعني تستطيع خلال ساعتين يعني بالاسبوع، بعطيك يمكن شهر زمان راح تكون فاهم اللعبة كلها هون. إذا مثلا ضد الدي 4 نفترض مثلا، خلينا نشوف مثلا شغلي هون، هذا سؤال طبعا برضه شفته كثير عند اللاعبين المبتدئين، ضد الدي 4 بدهم يلعبوا هذا الافتتاح اللي هون كينجز ان ديفنس بهذا الشكل. الآن هذا الافتتاح يا اخوان بهذا الشكل، يعني لشخص عنده شغل كثير وما عندهش وقت كبير للشطرنج بكل بساطة ما بيلتعب نهائيا، يعني ولا عمرك رح تتقنه اساسا، لان افتتاح صعب واصعب ما فيه انك يعني مطلوب انك تحفظ الكثير والكثير من التفريعات عشان تعرف كل ردود الابيض، وبهذا الشكل انت ما عندكش وقت تحفظ كل هاي التفريعات، فكيف بدك تتقنه؟ فهاي مشكلة. فبالتالي مثلا لو انا مثلا بدي العب ضد الدي 4 نفترض، يعني مثلا واحد مثلا العب دي 4 كنت مثلا العب له مثلا سي 5 مثلا نفترض كنقلة وحيدة، وبعدين عندنا تكملات كثير، ممكن مثلا نلعب مثلا افتتاح زي داتش ديفنس مثلا، وهذا ردوده أقل يعني بكثير من الكينجز اند ديفنس، فبدك تختار بشكل صحيح ومنطقي الافتتاحات الصحيح اللي صحيح تعتمد على الوقت. الآن لما بتعرف كمية الوقت المتوفر لديك، وبتعرف كم يعني كم ساعة تخصص الشطرنج مثلا باليوم أو بالأسبوع، ننتقل للنقطة الثانية اللي هي الشخصية. الآن إذا أنت مثلا بالحياة العملية شخص بتحب المخاطرة ومعندكش مشكلة مثلا تضحي وتخسر وتربح، ويعني من النوع اللي بيحب الأكشن في الشطرنج،
ممكن ضد الدفاع تلعب مثلا شيء زي E5 مباشرة، يعني بتلعب مثلا زي هاي الجامبيتات مثلا على سبيل المثال بدون أي مشكلة يعني، وما عندكش مشكلة تلعب ضد هذا البيضق مثلا، يعني بالنسبة لك الوضع عادي. وهذا افتتاح سهل جدا يعني انه ينفهم، مش صعب نهائيا على فكرة. ولكن اذا انت مثلا شخص هادئ بطبيعتك في الحياة، افتتاح مثلا ضد الديفو كنت تلعب مثلا E6 مثلا نايت F3 مثلا، كنت تلعب بعديها مثلا C5 نفترض مثلا، او مثلا F5 مثلا، يعني ترجع على الدرجة فانس كامرة بس تلعب بشكل اكثر هدوءا. وهذا كان ما يعتمد على شخصيتك، فلا تحاول تلعب عكس شخصيتك الحقيقية في الحياة ستفشل. يعني بحكي لك عن تجربة شخصية لأن لعبت بالطريقتين، يعني أنا بحكي عن يعني أفقت معي بالتصنيف الدولي كثير وبالنتائج كثير، بس لما صرت ألعب شطرنج بناء على شخصيتي الحقيقية، وهي أن أنا بحسب كل شيء، ما بحبش أخاطر كثير، وبالتالي ما بلعب شطرنج بلعب اشياء واضحه وسلسه وسهله، وهي يعني هيك انا شخصيتي. فلا تحاول تعكس الامور. طبعا لحسن حظنا بالشطرنج حتى لو كنت مثلا شخص هادئ وما عندكش وقت كثير، ستجد اكثر من افتتاح ملائم لطريقه اللعب تبعتك، يعني مش رحت لك خيار واحد فقط. وهنا ياتي السؤال الثالث او الخطوه الثالثه، وهو المزاج. ولما نحكي بالمزاج نحكي بالضبط يعني تقريبا زي ما تختار الأكل، يعني اختيار بناء على ذوقك الخاص بدون تفكير، زي ما واحد يحط قدامك نوعين أكل وتختار واحد منهم، تختار يعني شو ما تختار صح، يعني أنت ببساطة تختار اللي بيعجبك. فنفس الشيء في الشطرنج، في الحياة في الشطرنج، وزي ما هي في الحياة بالضبط، لما تعرف تجاوب السؤالين الأولانيين تنتقل للخطوة الثالثة. الآن صارت معي، أنا بحكي لكم عن تجربة شخصية، لما مثلا طبعا لعبت يعني تقريبا كل افتتاحات، يعني ما خليتش ما لعبتوش E4 D4 C4 نايت F3 كله. أكثر افتتاح يعني حققت فيه نتائج هو اللندن سيستم، لأنه بكل بساطة أنا إنسان يعني عندي شغلي وكذا، وعنديش يعني 50 ساعة على الدوام 10 ساعات شطان في اليوم. فلما كنت العب بساطة D4 بقدر اخصم شو بلعب مثلا E6 ولا D5 ولا نايت F6 بكل بساطة. كل هاي النقاط برد عليها لو افتقى بشوف F4 ونفترض مثلا E6 بلعب E3 وبعدين C3 ونايت D2 بشوف D3 ونايت F3 تقريبا نفس النقلات ضد كل اشي تقريبا. وإذا بتحب ترجع لبعض الفيديوهات عندي على القناة حتشوفني غلبت جرام ماسترز IM، يعني لأن بكل بساطة الافتتاح بلعبه بناء على الخطوات الثلاثة أنا شرحها بالفيديو. الآن بعد ما شرحنا هذا الفيديو سيكون هناك شروحات لبعض الافتتاحات، وإذا في افتتاح بتفضلوا تحكونا بالكومنتس، نحن نحكي عن افتتاح اللي بدكم إياه، ما في مشكلة نشرحهم بالقناة. أنا شخصيا بعد الفيديو هذا سأختار الدفاع الفرنسي أساس أشرحه على اليوتيوب للناس، لأنه في وصلتني طلبات عن الدفاع الفرنسي تحديدا، فما عنديش مشكلة أشرح للشباب. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو، وإن شاء الله تختاروا افتتاحاتكم بشكل صحيح وتطوروا من أدائكم. لايك وشير وسبسكرايب، وبشوفكم إن شاء الله خير. السلام عليكم.